طيب خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نرجع نكمل كلامنا. كنا أنهينا كلامنا عن عندي نوع من القياسات. في عندنا عادة سايكومتريك، قياسات نفسية، وفي باي فيسيولوجيك ميجرمنت، قياسات بدنية أو قياسات فيسيولوجية بدنية. فاتكلمنا عن الفيفو ميجرمنت اللي هي القياسات، في أشياء بتتم داخل أجسام الكائن الحي أو داخل جسم الكائن الحي، وإن فيترو الاختبارات أو التجارب اللي بتتم في من خلال جسم زجاجي زي أنبوب أو أنابيب الاختبار. طيب عندنا مزايا أو الأدفانتجز من البايوفيسيولوجيك ميجر. البايوفيسيولوجيك ميجرز القياسات البدنية أو القياسات الفسيولوجية البدنية هي تديني نتائج أكيوريت وبريسايز، نتائج دقيقة ونتائج مقننة كومبيرد ويز سايكولوجيكال ميجر، بالمقارنة بالقياسات النفسية. يعني لما نيجي نقيس مستوى معين او سيرف ريبورت ميجر للانكزايتي مش هتديني نتيجه دقيقه زي ما اتكلمنا عن البايس باشكاله المختلفه، زي ما بقيس او بتبع قياسات بدنيه او فسيولوجيه معينه. فباي فسيولوجيك ميجرز ار اوبجكتيفز، وبالتالي قياسات من هذا النوع هي قياسات موضوعيه نتائجها تتسم منها اكثر دقه. طبعا two nurses reading from same manometer are likely to obtain the same blood pressure measurement. يعني انا عندي اثنين هم ممكن يقيسوا البلاد بريشر للشخص هيدوا نفس النتائج. تمام، فهنا النتائج للقياسات البدنيه او الفسيولوجيه البدنيه هي نتائج دقيقه ومقننه. البايوفيسيولوجيك انسترومنت بروفايد فاليد ميجرز اوف تارجت فاليو، الادوات نفسها اللي بنستخدمها لها مثل هذا النوع من القياسات هي بتديني نتائج فيها مصداقيه. تديني هذه الاختبارات، هذا النوع من الاختبارات بيديني او يعطيني نتائج صالحه او فيها مصداقيه للعامل اللي انا بقيسه. يعني انا بقول ان الاداه اللي انا بستخدمها فاليد، فبالتالي هيديني نتيجة يعتمد عليها أو موثوق فيها. طيب إيه الـ disadvantages من الـ biophysiologic measure؟ الـ biophysiologic measures عيوبها بقى the cost of collecting some types of biophysiologic data may be low in non-existent but when laboratory tests are involved they may be more expensive than other methods. يعني تكلفة تكلفة تجميع بعض من الداتا اللي هي البايوفيسيولوجيك تحديدا قد تكون تكلفة، قد تكون منخفضة أو معدومة، ولكن في فحوصات مخبرية معينة لا، يعني من ناحية مادية ممكن تبقى مكلفة أكتر من غيرها. الميجرنج تول الأداة نفسها اللي بنستخدمها للقياس ممكن يكون ليها تأثير على العامل اللي احنا بنقيسه. يعني لو جهاز الضغط اللي أنا بستخدمه ما هواش فاليد فبالتالي هيأثر لي على النتائج اللي احنا بنوصل لها. Energy must often to be applied to organism when taking biophysiologic measurement. ممكن في إعدادات معينة، يعني أنا مثلا عشان أشوف البلاد بريشر أو بقيس أو بختبر شيء معين ده لازم الشخص يبقى أنا هيأته في وضع معين، والله هدي شوية، ارتاح من مجهود بذله، ما كانش متنشن، ما كانش متوتر، عشان ما يأثرش كل ده ويتدخل في القياس ويتدخل في النتيجة اللي هنوصل لها. فبالتالي قد يكون هناك بعض الإعدادات أو تهيئة معينة قبل ما يتم هذا الاختبار. أي سؤال أو استفسار بالنسبة لهذا الشابتر يا جماعة؟ أي سؤال أو استفسار؟ طيب اجمالا احنا بقينا ان شاء الله تعالى من مادتنا الشابتر الثامن، هنتكلم فيه ان شاء الله عن الفاليديتي والريلايبيليتي وانواع الفاليديتي وانواع الريلايبيليتي. الفاليديتي اللي هي الصلاحيه او الدقه يعني، والريلايبيليتي لما نيجي نتكلم عنها ان شاء الله يا معناها الثقه، المصداقيه أو الثقة يعني أو الموثوقية، ما يعرف بالمصداقية أو الموثوقية للأداء اللي إحنا بنستخدمها. هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى لقاءنا اللي جاي. أنا حابة أنوه عن شيء مهم، أنتوا امتحنتوا كويس إن شاء الله بزودكم بالعلامات أو بنزلها لكم، حابين تعرفوها بخبركم بيها على الجروب زي المات.
مش حابين تعرفوها، مش مستعجلين عليها، ممكن تستنوا مع التجميع كله، لأن لسه في كويس تاني إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم، هيكون في الشابتر رقم 6. ما تنسوش يا جماعة يوم الأحد اللي جاي في كويس آخر بخمس علامات عن موضوعنا السادس اللي بنتكلم فيه عن السامبلينج لآخره. فما تنسوش القصة دي، وإن شاء الله بتبقوا جاهزين للكويز في حين وبعون الله تعالى. في نقطة مهمة حابة أتكلم فيها، يا ريت تكونوا أنتم منتبهين لي ومستمعين جيدين ليها. أنا عايزة كل الناس تقريبا كل السيمينارات اللي المفروض كان معادها من يوم الأحد اللي فات والنهاردة والأحد اللي جاي وهكذا، يعني كل الناس اللي عندي في المادة يبقوا ريدي يوم الحد اللي جاي، كل هيبقى لقاء بينا وجاهي، وكل ياخد فرصة ان هو او كل المجموعات تاخد الفرصة انها تقدم البروبوزال بتاعها ولو بالشكل البريف، من خمس لعشر دقايق اقصاها. كل مجموعة هتتكلم في الريسيرش بروبوزال اللي هي عملته، الخطة البحثية اللي قامت بيها ايه. انا كنت مش طالبة ريسيرش، انا طالبة خطة بحثية او بروتوكول، عملته ايه من اول فكرة الموضوع، وتم اختياره ازاي، وايه التايتل اللي رسيته عليه او استقريته عليه، والانترودكشن بالريفرنس بتاعتها كانت منين، التول ايه. يعني هنخش في بعض النقاط، هو دي اللي هنعمل عليها ستريس اثناء الشرح ان شاء الله تعالى. كل المجموعات يا جماعة لو تكرمتم كل المجموعات تبقى ريدي يوم الحد، لأن ده هيكون آخر لقاء وجاهي بينا في الكلية. أما يوم الثلاث فهنكمل مع بعض موضوعنا الأخير إن شاء الله تعالى. أي سؤال أو استفسار؟ أي سؤال أو استفسار يا جماعة؟ دكتورة يعطيك العافية، ربنا يكرمك يا طلعت. دكتور، المجموعة بدأت تقدم كلها ولا واحد بيقدم عنهم؟ مهم ان يبقى كل موجود. ليه بقى؟ عشان ما ينفعش ابدا ان يبقى مجموعة فيها ثلاث اربع اشخاص او ايا كان العدد، واحد موجود هو اللي بيقدم والباقيين اصلا مش موجودين، والباقيين اصلا مش متواجدين، فكل يعني يبقى موجود. واثناء الشرح واثناء العرض هنشوف الدنيا هتمشي ازاي. ان شاء الله ان شاء الله دكتور، ان شاء الله يا رب يا رب. طيب خلاص احنا كده اتكلمنا عن رسالتي عن الكويز عشان تبقوا ريدي بيه، هنا ربنا وده يكون اخر كويز والله المستعان، عشان تاخدوا تجمعاتكم من 60 30 المد 15 على البروبوزال وثلاث كويزات بخمسه، فبالتالي عندنا 15 علامه، فتاخدوا تجمعاتكم من 60 قبل خلال نهايه يعني بعد الكويزز ان شاء الله، وخلال الاسبوع الجاي ان كنا من اهل الدنيا بامر الله تعالى. ديري بالك علينا يا دكتوره. ان شاء الله خير بامر الله، ربنا يوفقكم وان شاء الله ان شاء الله تكونوا جميعا متفوقين بعون الله تعالى. في النهايه اللهم في النهايه القاكم على كل خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.